العلامة الكاملة إذن لنادي الشرطة في البطولة الخليجية 37 للكرة الطائرة، فوز أخير على الهلال السعودي وإحراز أولى الألقاب في الخزائن، إلى إضافة إلى أيضا نصف الألقاب والجوائز على المستوى الفردي. على كل سنتحدث بأكثر التفاصيل حول مسيرة نادي الشرطة في هذه البطولة وحول هذا الإنجاز. بداية سعيد جدا بترحيب الكابتن راشد المحمود نائب رئيس جهاز الكرة الطائرة في نادي الشرطة. بداية ألف ألف مبروك وواكب هذا التتويج أيضا اليوم الرياضي كابتن. الحمد لله، اللهم لك الحمد على كل حال. طبعا أول شيء نبارك سيدي سمو الأمير وسمو الأمير الوالد وإلى رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى مدير العام الأمن العام إلى سعادة العميد خالد بن حمد العطية رئيس الاتحادين العربي والقطري للشرطة وإلى أسرة كرة الطائرة القطرية، للجميع اللي حقق معنا هالبطولة اللهم لك الحمد، وإن شاء الله القادم أفضل. نعم، على أعتقد كابتن أنه سنتحدث عن هذا الإنجاز، لكن نتحدث أيضا عن مشاركة ثانية في البطولة الخارجية بعد الوصافة 2015 أمام أو خلف نادي الريان. نادي الشرطة مع استقرار إداري مع استقرار فني أظهر أنه أفضل الفرق الخليجية وبرهن أن الأداء يتطور من موسم إلى آخر. الحمد لله، طبعا هذا توجيهات من معالي رئيس مجلس الوزراء وسعادة العميد خالد بن حمد أن يكون الاستقرار أهم شيء في الفريق. الحمد لله نسبة الفريق أعمارهم عندنا بين 25 والثلاثين، أعمار يعني عطاء في الوقت الحالي. طبعا كنا مستعدين استعداد جيد لحق البطولة، نافسنا الفرق الخمسة، دخلنا بداية البطولة لنهاية البطولة هدف الفريق الفوز بأي ثمن يكون. نعم. إن شاء الله يكون 3-0 3-1. الحمد لله أثبتوا اللعيبة أنهم على مستوى عالي، تم تغيير لاعب الفنزويلي ويلنر واستقطاب يوسف غلاف نعم من نادي قطر، نشكرهم أيضا على مبادرتهم الطيبة. والحمد لله يعني الفريق تكاتف قبل البطولة بثلاث أربعة أيام استعدادات الموسم اللي كان مشغال معنا الدوري، والحمد لله. نعم، أعتقد أنه حتى بقيادة أرديناندو إذن المدرب الأرجنتيني أيضا الانتدابات، تحدثت على أغلاف، أعتقد أنه كان فريق متكامل، كان فريق عنيد جدا أمام باقي الفرق. لكن كابتن لو تحدثنا عن الكواليس، أعتقد أنه ربما المباراة الأولى كانت الصعبة أمام دار كليب البحريني صاحب اللقب، هل مثلت شحنة معنوية للاقتراب نوعا ما إلى لقب هذه؟ والله شوف، قبل البطولة احنا كنا نجلس بين الإدارة، قلنا تعدينا المرحلة الأولى، المباراة الأولى اللي هو دار كليب، أعتقد أن أي فريق من الفريقين الشرطة أو دار كليب هم اللي بيمشون في الطريق الصحيح. صادفنا طريق دار كليب، فريق عنيد جدا جدا حقيقة، يعني ما شاء الله عندهم مستوى عالي جدا، الكرة الأولى استقبال الكرة الأولى الكفر حق الديفنس البلوك العالي عندهم، مجموعة متكاملة تقريبا يمكن 6-7 سنوات حتى بعلمي يلعبون مع بعض، فريق جدا ممتاز الحمد لله، قدرنا نتخطاهم دبل سكور مثل ما يقولوا، مش دبل سكور كلوز سكور، هو تقريبا يعني حتى لو نعود الى الفارق 3-0 امام دار كليب، 3-0 امام الكويت، 3-1 لعيد الاماراتي السيد العماني، 3-1 و 3-0 في المباراه الختاميه. لا يعني بكل اريحيه بصراحه نقول كابتن، مش اريحيه اللي يقول لك اريحيه، حقيقه احنا كنا ضاغطين على الخصم، اخطائنا قليله كانت، المدرب كان الوقت التايم اوت ياخذ التايم اوت، لكن الحمد لله يعني اليوم عديت الفريق دار كليب، انت مشيت بالطريق الصحيح 25-22 25-23 25-23، جينا لمباراة الكويت الكويتي دولة مستضيفة الجمهور عام شيء مش طبيعي. الحمد لله عديناهم 3-0، طبعا المرحلة الثانية اللي قلت لي عنها 2-1 3-1 3-1 اعتقد صار دروب بسيط جدا، مش هي دروب، الفريق الخصم اللي كان جاينا اللي هو العين الإماراتي فريق محترم، عنده لاعب تونسي على مستوى عالي 31-29 الشوط الثلاث أشواط الأخيرة دبل سكور، الفريق السيب العماني أيضا فريق شرس. نعم. بالذات اللاعب استقطاب لاعب القمز في آخر لحظة في البطولة من أفضل اللعيبة في العالم أيضا. على كل سنواصل الحديث كابتن راشد حول هذا الإنجاز الخليجي، نتوقف أيضا عند تصريحات بعض اللاعبين بعد هذا التتويج الغالي، نتابع. أول
أول شيء كابتن الحمد لله على الفوز. طبعاً من مثل ما ذكرت من بداية أول مباراة كانت يمكن بالنسبة لفريقنا والجميع تحضير على أنها أصعب مباراة كانت مع فريق دار كليب، فريق غني عن التعريف. الحمد لله قدرنا نحقق الفوز بنتيجة 3-0، لكن صح المباراة الأولى يمكن كانت أصعب مباراة على المستوى الفني، لكن على المستوى الذهني حقيقة كانت جميع المباريات، كل من فوز مباراة المباراة اللي بعديها بتكون أصعب على المستوى الذهني وعلى المستوى حتى يعني أنه تفوز على جميع الفرق وتم في نفس المستوى. طبيعي أنه يحصل دروب لأي فريق، لكن الحمد لله قدرنا يعني حتى لو صادنا في بعض الأشواط بعض الدروب الحمد لله قدرنا أنه نحافظ على النتيجة ونفوز في البطولة. ألف حمد وشكرا لك. والله في البطولة كلها ما كان في مباراة سهلة، يعني جينا مجهزين نفسنا للمباريات كلهم الفرق كلهم، يعني ممكن تقول المباراة الأولى ضد فريق دار كليب البحريني اللي كانت أهم يعني هي مفتاح البطولة، يعني قدرنا نفوز عليهم وكملنا الحمد لله ضد نادي الكويت الكويتي وفوزنا بعد والحمد لله استطعنا نفوز على الفرق كلها. جينا هالبطولة بتركيز عالي ومستوى عالي وبتجهيز وفي كل شيء وإعداد كان زين إن نفوز بهالبطولة والحمد لله رب العالمين. جينا من أول مباراة ركزنا فيها دار كليب، لعبنا أول مباراة مع دار كليب اللي هو كان بطل آخر نسخة، دخلنا بتركيز عالي جدا فزنا وهي كان مفتاح البطولة والحمد لله رب العالمين. يعني البطولة كانت جيدة جدا، نظام البطولة كان يعني دوري من دور واحد وكل مباراة لازم ندش فيها يعني كمباريات نهائي كاس، والحمد لله قدرنا نكون مركزين ومنظمين من أول مباريات البطولة. والله من أصعب مباراة كانت مباراة دار كليب، فخاصة فريق دار كليب فريق منظم فريق عنيد هو كان حامل لقب البطولة، والحمد لله يمكن مباراتنا كانت المباراة الأولى معهم مع فريق دار كليب كانت يمكن مباراة سلاح ذو حدين، يعني إذا نفوز إن شاء الله نترشح للبطولة. ألف مبروك مرة أخرى لنادي الشرطة، نادي الشرطة الذي أحرز اللقب وأيضا أحرز نصف الألقاب الفردية. كابتن ريكي أفضل لاعب في البطولة، يوسف أغلاف أفضل مركز ثلاثة، عثمان عبد الواحد أفضل مركز اثنين، وجنينو أيضا أفضل مركز أربعة. أعتقد أنه السيطرة حتى على الجوائز عادت لنادي الشرطة وهذا ما يؤكد قيمة هذا الفريق. الحمد لله أكيد بهذه النتائج هذه اللي تحققت. طبعا يوسف أغلاف أفضل لاعب مركز اثنين، عثمان أفضل لاعب مركز ثلاثة، زاد جواو نيتو كمستقبل كرة أولى وكمركز أربعة، وايضا اللاعب الفنزويلي كلاعب متكامل يعني شامل. الحمد لله ما جات من الفراغ، اعتقد انه في عمل في اجتهاد منهم في اجتهاد من الاداره من الستاف الكل عمل، الحمد لله قدروا ان يحققون النتائج هذه. اعتقد